بيان القضايا العربية الليبية المتواجدة بجمهورية مصر العربية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، السيد رئيس مجلس القضايا العربية المتواجدة بجمهورية مصر العربية ورئيس حزب الغد المهندس مصطفى موسى. السادة الأعضاء، السادة الحضور، السادة المشايخ وعيال القبائل العربية بجمهورية مصر العربية، في البداية نجتمع اليوم على أرض الكنانة مصر، وذلك من أجل توحيد الصف العربي مع إخوتنا وأشقائنا المصريين الذين عودونا